بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سؤال مهم من الباشمهندس هاني عبد الملك، بيقول: أيهما أصح أن نقول في القداس وعلمنا طريق الخلاص، أم نقال علمنا طرق الخلاص؟ وفي الواقع في القداس البسيلي، القديس باسيليوس كاتب وعلمنا طرق الخلاص. في القداس الكيرلسي كتبها القديس كيرلس، وأجيب النص بالضبط، يقول: ادخلهم جميعا إلى طريق خلاصك. فالأول وهلة نظن أن هناك اختلاف بين القولين، فالقديس باسيليوس بيقول طرق الخلاص، والقديس كيرلس بيقول طريق الخلاص. هو في الواقع لا يوجد خلاف بين القولين، فالقديس كيرلس يتكلم عن الطريق الأوحد للخلاص، هو شخص الرب يسوع، زي ما قال قديس بطرس في أعمال 4:12: ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. إنما القديس باسيليوس هو بيقول عن طرق الخلاص، هو بيشير إلى وسائط الخلاص أو إلى طرق الخلاص أو الوسائل التي أوصلت لنا هذا الخلاص. حتى مهمة قوي، كل من القديسين دقيق في تعبيره، ولكن لا يصح أن يغير الكاهن في القداس الباسيلي ويقول طريق الخلاص، لأن القديس باسيليوس بيقصد لما بيقول طرق الخلاص، والنص القبطي بيؤكد كده. وطبعا برضو لا يصح ان كاهن من تلقاء نفسه يغير في القداس الكيرلسي ويقول طرق الخلاص، وليس زي ما قال القديس كيرلس ادخلهم جميعا الى طريق خلاصك. فكل صح وسليم حسب القصد من العبارة والسياق اللي ماشي فيه. إنما طبعا ده يؤكد إن مش الاتنين صح بالمعنى هو طريق وهو طرق، هو طريق واحد من حيث الفداء وسفك الدم، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. إنما عشان ناخد بركات هذا الخلاص في وسائط أو في طرق توصل لنا. وأنا الحقيقة عايز أرجع للإجابة اللي قالها المتنيح البابا شنودة الثالث، نيح الله نفسه ونفعنا بصلاته، أجاب على هذا السؤال بمنتهى الوضوح، وقال الجزئية دي: لا يليق أن يغير الكاهن من كلام القداس حسب مفهومه. فالمكتوب في الخلاجي المقدس في القداس الباسيلي طرق الخلاص، وبيأكد سيدنا بيقول هذا اتفق تماما مع النص القبطي. لكن البعض حسب مفهوم الخاص يظنون أن الأصح هو طريق الخلاص، على اعتبار أن هناك طريقا واحدا للخلاص وهو الفداء، فيغيرون لغة القداس عن عمد، ويتبلبل الناس بين ما هو مكتوب في الخلاجي وما يصلي به الكاهن. زي ما قلت في المقدمة، ما ينفعش ان الكاهن يغير عشان هو فهم عبارة القديس باسيليوس خطأ، وافتكر ان القديس باسيليوس غلطان لما بيقول طرق الخلاص، فراح مغيرها بنفسه طريق الخلاص. ما ينفعش. وما ينفعش برضه ان الواحد يغير اللي قاله القديس كيرلس، بدل طريق يقولها طرق. هو دي موضوعة بهدف وبوضوح، والثانية موضوعة بهدف وبوضوح. ويكمل قداسة البابا الأنبا شنودة يقول:
لكن لماذا علمتنا الكنيسة طبعا في القداس البسيلي أن نقول طرق الخلاص؟ ذلك لأن الفداء هو ما قام به المخلص، لكن هناك طرق ننال بها الخلاص، علمنا إياها الرب يسوع المسيح بنفسه، ونجيب شواهد كثيرة. فالخلاص تم على الصليب، والمسيح هو المخلص الوحيد، وليس باسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. كل ده تمام، إنما عشان نحصل على بركات الخلاص أو يوصل لنا الخلاص أو نعيش في طريق الخلاص، هناك طرق أو وسائط نسميها وسائط النعمة، من خلالها بنعيش في طريق الخلاص. أول حاجة يقولها البابا شنودة، الطريق الأول هو الإيمان. عن هذا قال القديسان بولس وسيلة لسجان فيليبس: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. دي في أعمال 16-11. وبرضو الآية المشهورة بتاعت هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل إيه تكون له الحياة الأبدية. فأنا الشرط الأول للاستفادة بالخلاص اللي تم على الصليب إن الإنسان يؤمن بالرب يسوع المسيح. أهو سجان فيليبي قالوا له ده بولس وسيلة مع بعض: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. شرط أساسي. وهنا بيقول كلام المسيح نفسه: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده أول شرط. ثاني شرط أو الطريق الثاني للخلاص هو المعمودية. ربنا يسوع المسيح قال لنا في مرقس 16-16: من آمن واعتمد خلص. يعني أول نقطة كان بيتكلم عن الإيمان، هنا حط الموضوع المعمودية: من آمن واعتمد خلص. فاكرين لما ربنا يسوع المسيح قال لنيقوديموس: إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لن يعاين أو لن يدخل ملكوت الله. معمودية أساسية. يا المسيح مات على الصليب وفدانا بسفك دمه، إنما إيه اللي بيوصلنا للصليب وهو تم من 2000 سنة؟ المعمودية، لأن المعمودية موت ودفن وقيامة مع المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أيضا أقمتم معه. وبرضو سيدنا ذكر الآية بتاع تيتوس إصحاح 3:4، يقول: بمقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني أي المعمودية وتجديد الروح القدس. المعمودية لازمة للخلاص، طريق يوصلنا للخلاص. قديس بطرس بيقول: الذي فيه خلص وقللونا أي سماني أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن أيضا أي المعمودية. دي في رسالة القديس بطرس الأولى إصحاح 3:20-21. ثالث طريق للخلاص أو وسائط النعمة التوبة. سيدنا البابا جاب الآية بتاعت ويقول التوبة تسبق المعمودية بالنسبة للكبار، وجاب الشاهد بتاع القديس بطرس لما سألوه ماذا ينبغي أن نعمل لكي نخلص في أول عزة ليه، قال لهم: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. دي في أعمال 2:38. التوبة وكلام للبابا شنودة كما تسبق الخلاص. قال السيد: تظل مستمرة بعدها في حياة الإنسان. وعن أهمية التوبة في موضوع خلاص قال السيد الرب: إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون.
دي فلوقة 13 عدد 3 وعدد 5. الطريق الرابع أو الوسيطة الرابعة لازمة للخلاص هو التناول، اللي احنا بنقول عليه في القداس الإله يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. وربنا يسوع المسيح قال في الإصحاح السادس في إنجيل معلمنا متى اللي اتكلم عليه بإسهاب كثير جدا عن التناول وأهميته، يقول الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. وتاني يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. وبعدين يقول لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق من يأكلني يحيا به. وبعدين يكمل يقول كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني يحيا به، هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل أباءكم من في البرية وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. دي في يوحنا 6 من عدد 53 لعدد 58. خامس طريق في موضوع الخلاص مسحة الروح القدس، لأن الروح القدس الذي نأخذه هو الذي يقودنا في حياة الروحية لكي نخلص. قديس يوحنا قال عن المسحة دي في رسالته الأولى إصحاح 2 عدد 20 وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وهي تعلمكم كل شيء. سادس حاجة في موضوع طرق الخلاص موضوع الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي ثمرة الإيمان. وربنا يسوع المسيح تكلم على أهميتها في يوم الدينونة العظيم، وعايز أقرأ لكم معلش طويلة شوية بس مهمة في متى 25 من عدد 31 لعدد 46. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فعينز يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي ارثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأن جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي. فيجيب الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. ثم يقول أيضا للذين على اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأن جعت فأطعمتموني عطشت فلم تسكوني كنت غريبا فلم تأووني عريانا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تزروني. حينئذ يجوبونهم أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك. فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. ف
فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. إذن موضوع الأعمال الصالحة لازمة في موضوع الخلاص وموضوع التمتع بالخلاص. مرة البابا شنودة قال في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي: الأعمال لا تخلصك ولكن الله لا يخلصك بدونها. هذا الموضوع بتاع طريق الخلاص وطرق الخلاص. لو القديس باسيليوس استعمل طريق أو استعمل عبارة طرق الخلاص يبقى بيقصد بيها وسائط النعمة اللي توصل لنا الخلاص. ده ما قلنا موضوع الإيمان والمعمودية ومسحة الميرون والتوبة والاعتراف والتناول والأعمال الصالحة اللي بتبرهن على الإيمان السليم، لأن إيمان بدون أعمال ميت زي ما قال القديس يعقوب في رسالته. هنا في الخلاصة أحب أقول أنا ككاهن لست في استطاعتي ولا في قدرتي ولا الأسقف ولا سمحوني أبونا البطرك نستطيع إن احنا نغير أي حاجة في القداس الإلهي. لو في حد عنده ملحوظة ويظن إن هي تحتاج لتغيير يكتب بها مذكرة ويبعثها للمجمع المقدس، والمجمع المقدس يحولها على لجنة الإيمان والعقيدة واللجنة الطقسية وتدرس، وبعد كده المجمع المقدس برئاسة البابا ياخد قرار هل ممكن يحصل تغيير ولا لا. يعني مرة حصلت كنا هنا قداسة البابا أنبا شنودة بيزورنا وناله سيدنا على موضوع مثلا أهوية السماء وثمرات الأرض والزروع والأمطار. احنا عندنا هنا في أمريكا زي ما تعرفين ما بين الإيست كوست والويست كوست الأجواء مختلفة، يعني ممكن يكون عندنا هنا سنو هم عندهم الشمس طالع. ناله سيدنا لما بنتكلم على الأواشي وكل زي ما في مصر مثلا في ثلاث مواسم وكل موسم أربعة أشهر وبنصلي، احنا هنا صعبة. قال بتقترحوا ايه؟ شوف العظمة بتاعت البابا. قلنا له سيدنا نقترح ان احنا نقول الثلاثة مع بعض عشان تمشي على كل الأجواء. سيدنا البابا قال فكرة كويسة، لكن انا ما اديكوش كلمة دلوقتي، انا هرجع وناقشها مع المجمع المقدس ونشوف هل ممكن ان احنا نعمل كده، وبعدين هبعت لكم عن طريق مجلة الكرازة القرار بتاع المجمع المقدس. وفعلا حصل كده، وسيدنا البابا ناقشها في المجمع المقدس. شوف البابا نفسه ما غيرش، مع ان هذا التغيير مش تغيير في المفهوم زي كلمة طريق او طرق، لكن مبدأ. والمجمع المقدس قرر هذا، وابتدينا نقول وكتب لنا كده في مجلة الكرازة سيدنا، وابتدينا نقول الثلاث أواشي مع بعض. كل واحد لازم يعرف حدود نفسه وقدر نفسه، مش لأننا ككاهن فاكر أن القديس باسيليوس ما كانش دقيق في تعبرته فقال كلمة طرق بدل كلمة طريق وما نغيرها بنفسي. كلام واضح؟ وما ينطبق على هذه الكلمة ينطبق على كل كلمة أخرى. لابد أن الإنسان يسلك باتضاع ويؤمن بفكر الكنيسة اللي دعمناه بكل آيات الكتاب المقدس. كان القديس باسيليوس بيعني كلمة طرق الخلاص، وكان القديس أيضا كيرلس يعني طريق الخلاص، والاثنين بيكملوا بعض. ولكن في أي موقف لو نتكلم على كلمة طريق يبقى الطريق الوحيد للخلاص بسفك الدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لو بنتكلم على وسائط الخلاص اللي بتوصل لنا الخلاص اللي قدمه المسيح علينا يبقى كلمة طرق، وزي ما شرحها البابا شنودة ربنا ينحي نفسه نفعنا بصلواته. لربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.